اللحمة تعرفيها ازاي حلوة صغيرة ولا كبيرة؟ اول ما تخش كده على الجزار زي انا كده ما بخش على الحاج محمد، اللحمة كل ما يبقى لونها فاتح تعرفي ان ده عجل صغير شمبري كده يستوي على الشمس. كل ما تلاقي لونها غامق، مش غامق سودا، لا حمرها قافل داخل على مبيتي، تعرفي ان دي لحمة عجوزة. والله لو ولعت عليها 6 اشهر وجبت لها الطبل البلدي ما هتستوي. فاللحمة كل ما تلاقيها لونها فاتح ووردي كده تعرف ان هي صغيرة. ودايما لو هتعملي حاجات هتخش في بعض زي ورقة اللحمة، خدي يا اما من لوح يا اما من الرقبة يا من بيت الكلاوي. ليه؟ بتبقى لحمتها ناعمة، نسرتها طرية، لكن دايما الفخدة بتبقى نسرتها ناشفة شوية. حتى انت لما تشتري لحمة من الفخدة غير الموزة، فتلاقي نسرتها تشد معاكي شوية وتاخد معاكي سوا حتى لو العجل صغير. في حتت كده تستوي على طول قوام قوام. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الجزارين برضو بعيد عليهم، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة في كل المناطق، في الوراق وفي الزمالك، بس بتوع الزمالك والمهندسين والناس دي رخصوا اللحمة شوية، بيبيعوها اغلى من عندنا في الوراق. احنا عندنا في الوراق اللحمة هوينا شوية، هناك بسمع اسعار عالية قوي. ما برضو الناس اللي في الزمالك واللي في المهندسين غلبة برضو شوية، مش لازم نطلع في العالم. لما تحطيها في الفرن، لو عندك فرن زي بتاعي، ولعي تحت بس دلوقتي، ولعي تحت دلوقتي وخلي النار عليها هاديه عشان ما هي ما فيهاش ميه كتير، ما تتشعفش وتشيط. هتحطيها في الفرن مكتومه زي ما هي كده على نار هاديه وسيبها تستوي. دقت معاكي ساعه، ساعه ونص، مش مشكله، هي هتنس وتستوي مع بعضيها. وهنقفل عليها. ادي ورقه اللحمه. هقول مقاديرها تاني عشان عمرو بيقول لي الناس تقول لك يا فين يا غاليه المقادير. هتجيب اللحمه، ورقه اللحمه دي بتتعمل باي لحمه تحبيها، ضاني، كندوز، بتلو، المهم ان تكون اللحمه صغيره ومش هتاخد سوى. هتحطي معاها جزر، بطاطس، كوسه، بسله، حجمهم يكون كبير بقد حته اللحمه عشان ما يتهروش في السوى. هتحطي التوابل، زعتر، بهارات، فلفل اسود، ملح، كمون، قرفه خشب، كل التوابل اللي تحبيها تفحفحيها، وراس توم كبيره مدقوقه، وقرن فلفل احمر، وقرن فلفل اخضر، وشويه فلفل ارناؤوطي حمر، واخلطي ده كله في بعضه واكبسيه في طاجن او في صينيه، وحطي لها شقشق ميه صغير تستوي فيه، شقشق كده، هتطلع معاكي زي الفل. ولو ضاني او كندوس فيها دهنه ما تدي ولا تديها سمنه ولا زبده، لو كندوس حمرة اديها شويه زبده او شويه زيت عشان الخضار يلمع ويبقى طعمه حلو. وبألف هنا وشفا.